تتميز صنعاء القديمة بعمارتها ومبانيها الجميلة الساحرة التي تختلف عن غيرها في الشكل والتفاصيل، وبإمكانك الدخول إلى صنعاء القديمة لتندهش بالفن المعماري الذي منح المدينة جمالاً وأصالة تاريخية. في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام نرى سر من أسرار أبواب صنعاء وكيف أن لكل أداة في الباب وظيفتها الخاصة. معلومة جديدة عن أبواب منازل صنعاء القديمة. كل باب يوجد فيه مدقين، وكل مدق له استخدامه الخاص. من زمان لا شيء رجل يدق على هذا يعرف إنه رجل، لذلك المرأة من جوا ما تجاوب، يعرف إنه يدق على الرجل ذلك يجاوب الرجل. إذا سمعت المرأة في حالة واحدة الجرس هذا أو المدقة هذا يعرف إنه امرأة، لذلك تجاوب المرأة. إذا هم مسافرين ما في حد في المنزل، ساروا بيت عمهم أو راحوا أي منطقة، تكون بعد ما يسافروا تكون هذه الحركة، يعني معلومة إن ما في أحد في البيت. فوق بعض الأبواب توجد الآيات القرآنية، والبعض الآخر توجد هذه النجمة الداودية. على إيش تدل؟